اليوم الموعود شاهد ومسهود قتل أصحاب الأخدود النار جات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين سهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هل الذين فتنوا الأجهال لهم ملك السماوات والأرض قوله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بأس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تقديم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.